السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الخامس في الوحدة التانية من كتاب جيم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا متابعة على صفحتنا على الفيسبوك، اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي معانا النهاردة اسمه كيبنج هيلسي، يعني البقاء بصحة جيدة. كيبنج هيلسي، كيبنج هيلسي، keeping healthy. بقول لي look listen and read، انظر استمع واقرأ. اول حاجة عندي don't touch your face، يعني لا تلمس وجهك. اول قاعدة من قواعد البقاء بصحة جيدة ان انت ما تلمسش وجهك. don't touch your face، don't touch your face. تاني قاعدة stay at home if you have a fever، يعني ابقى بالمنزل لو انت عندك حمى، يعني لو انت عندك سخونية او جسمك درجة حرارتك مرتفعة تفضل في البيت، يعني تمكس في المنزل، لا تلعب ولا تفعل أي شيء إلا المكوس في المنزل. stay at home if you have a fever، stay at home if you have a fever. number 3 غطي فمك وأنفك بمنديل ورقي إذا كان عندك برد. cover your mouth and nose with a tissue if you have a cold، يعني غطي فمك وأنفك بمنديل ورقي إذا كان عندك برد. cover your mouth and nose with a tissue if you have a cold، cover your mouth and nose with a tissue if you have a cold. رابع قاعدة عندي من قواعد الحفاظ على الصحة eat healthy food، eat healthy food، eat healthy food. number 5 تدرب او تمرن exercise، exercise، exercise. رقم 6 wash your hands with soap، wash your hands with soap، يعني اغسل يديك بالصابون. wash your hands with soap. number 7 smile and be happy، ابتسم وكن سعيدا. smile and be happy، smile and be happy. بعد كده الفوكابلري كلمات يلمس touch، 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 يلمس touch t o u c h touch. يأكل eat، eat، e a t، يأكل eat. يبتسم smile، 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 s m i l e، smile. يبقى ويمكث في المنزل stay، stay، stay. يتدرب exercise، exercise. يغطي cover، 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 c o v e r، cover. يغسل wash، 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 w a s h، يغسل wash، w a s h. بعد كده بقول لي look read and write yes or no، اقرا واكتب نعم او لا. اول حاجه عندي يتدرب exercise، هنكتب له تحتها yes. number 2 بياكل طعام مش صحي اللي هي الشوكولاته، طبعا no. number 3 بيغسل يده بالصابون، yes. number 4 بياكل طعام صحي، yes. number 2 بيقول لي read and match، اقرا وصل. اول حاجه عندي smile and be happy، يعني ابتسم وكن سعيد. number 2 don't touch your face، يبقى don't touch هنوصلها ب your face اخر حاجه عندي. number 3 stay at home if you have a fever، ابقى بالمنزل لو عندك حمى. number 4 eat healthy food، كل طعام صحي او تناول طعام صحي. بانكت ويت ذا فولوينج، ضع علامات الترقيم. سمايل نعمله الاس كابيتال ونحط في الاخر الجمله فول ستوب. بعد كده بقول لي ريد اند فولو، اقرا وتتبع. براش يور تيس، يعني اغسل اسنانك، اغسل اسنانك بالفرشاه. براش يور تيس، اول حاجه عندي يوز يور براش، يعني نستخدم الفرشه بتاعتنا الخاصه بينا. use use your brush. number 2 put some toothpaste on the brush، يعني ضع بعضا من معجون الاسنان على الفرشاه. number 3 brush your teeth well، يعني اغسل اسنانك بالفرشاه جيدا. brush your teeth well. number 4 put your brush back، ضع الفرشاه في مكانها مره اخرى. put your brush back، put your brush back. number 4 number 5 now
الآن your teeth are clean، الآن أسنانك نظيفة. now your teeth are clean. يبقى أول حاجة بنستخدم الفرشاة، بعد كده بنحط عليها بعض من معجون الأسنان، تالت حاجة بنغسل أسناننا جيدا، بعد كده بنحط الفرشاة في مكانها، آخر حاجة عندي بنلاقي أسناننا نطفت لأن أنا غسلناها كويس. بعد كده الفوكابلري، يستخدم يوز يو اس اي معجون أسنان، توث بيست توث بيست تي او او تي اتش بيست بي اي اس تي اي، يضع بوت يغسل بالفرشاة، براش بي ار يو اس اتش. بعد كده بقول له واش يور هاندز، اغسل يديك. اول خطوة من خطوات غسيل اليدين تيرن اون ذا ووتر، يعني افتح المياه. تيرن اون ذا ووتر نمبر 1، تيرن اون ذا ووتر نمبر 2، wet your hands يعني بلل لديك بالمياه. wet your hands number 3، take the soap خذ الصابون. take the soap number 4، رابع خطوة cover your hands with water، اغمر يديك بالمياه او غطي يديك بالمياه. cover your hands with water. اخر خطوة عندي dry your hands يعني جفف يديك. dry your hands جفف يديك يعني نشف يديك. dry your hands. بأول خطوة بنفتح المياه، تاني خطوة بنبلل ايدينا، تالت خطوة بناخد الصابونة، رابع خطوة بعد ما نغسل ايدينا بالصابونة بنغمر ايدينا بالمياه يعني بنشطف ايدينا بالمياه، اخر حاجة عندي دراي يور هاندس يعني جفف يديك. الفوكابلري كلمات، يفتح تيرن اون، تيرن اون يأخذ، تيك تي اي كي اي يغمر او يغطي، كفر سي او في اي ار، بلل ويت وت صابون سوب يجفف، دراي دي ار واي. بعد كده بقول لي ريد اند اوردر، اقرا وعد الترتيب، عايز يرتب لي الجمل ديت حسب الاشياء اللي بنفعلها. الاول اول حاجه يوز يور برش، نستخدم الفرشاه، دي مراحل غسل الاسنان. يوز يور برش، نستخدم الفرشه بتاعتنا. تاني حاجة put some toothpaste on the brush، يبقى الجملة ديت رقم 2، put some toothpaste on the brush يعني ضع بعض من معجون الأسنان على الفرشاة. number 3، brush your teeth well، بنغسل أسناننا جيدا. brush your teeth well. رابع حاجة put your brush back، بنحط الفرشة في مكانها. خامس حاجة عندي now your teeth are clean، الآن أصبحت أسنانك نظيفة. number 2 بيقول لي look read and complete، انظر اقرا واكمل. اول خطوة عندي تيرن تي يو ار ان، تاني خطوة ويت يور هاندس يعني بلل يديك بالمياه، تالت حاجة تيك ذا سوب خذ الصابون، اخر حاجة عندي كفر يور هاندس ويز ووتر يعني غطي يديك بالمياه. يبقى كلمة تيرن في الاول، كلمة هاندس نمبر 2، كلمة تيك في نمبر 3، كلمة ووتر في نمبر 4. بعد كده بقول لي بنك تويز ذا فولوينج، ده علامات الترقيم، هنعمل حرف التي كابيتال، حط في الاخر فول ستوب لان دي جملة عادية مش سؤال. بعد كده بقول لي ريد اند ماتش، اقرا واصل. نمبر 1 بقول لي كفر يور هاندس يعني غطي يديك بالمياه، يبقى نمبر 1 هنوصلها باخر كلمة هاندس. نمبر 2 براش يور تيس، يبقى نمبر 2 هنوصلها بالاولانية تيس، كلمة تيس. نمبر 3 دراي يور هاندس ويز ووتر يعني غطي جفف يديك، دراي يور هاندس. نمبر 4 ناو يور تيس ار كلين يعني ناو يور تيس ار كلين، الان اصبحت اسنانك نظيفه. بعد كده بقول لي ري ارينج اند رايت، اعد الترتيب واكتب. نمبر 1 بقول لي يوز يور براش، استخدم الفرشاه، يوز يور براش. نمبر 2 تيك ذا سوب، خذ الصابون، تيك ذا سوب. نمبر 3 دراي يور هاندس. نمبر 4 بوت يور براش باك، ضع الفرشاة في مكانها، بوت
هنبدأ بوت وبعد كده يور برش باك. بعد كده بقول له بانكت ويت ذا فولوينج، ده علامات الترقيم، هنكتب له حرف الدي كابيتال ونحط في الآخر فول ستوب، لأن دي جملة عادية مش بادئة بكلمة استفهام أو فعل مساعد. بعد كده بقول له ليس الأند كومبليت، استمع وأكمل. دو يو برش يور تيس افري داي، يعني هل أنت تغسل أسنانك كل يوم؟ رد عليه وقال له يس اي دو. يبقى في النقطة الأولانية هنكتب يو، في النقطة التانية هنكتب له اي. نمبر 2 ريد اند تشوز، اقرا واختر. اول جملة عندي ووش يور هاندس ويز سوب، اغسل يديك بالصابون. يبقى ووش، نختار كلمة ووش. نمبر 2 سمايل اند بي هابي، ابتسم وكن سعيدا. سمايل اند بي هابي. نمبر 3 ايت هيلثي فود، يعني كل طعام او تناول طعاما صحيا. ايت هيلثي فود. نمبر 4 براش يور تيس، يعني اغسل اسنانك. براش اختار له كلمة براش يور تيس. نمبر 3 رايت فور، اكتب اربع علامات للحفاظ على الصحة. اول حاجة عندي ايت هيلثي فود، يعني تناول طعام صحي. نمبر 2 سمايل اند بي هابي، ابتسم وكن سعيدا. نمبر 3 ووش يور هاندز ويز سوب، اغسل يديك بالمياه والصابون. نمبر 4 اكسرسايز، يعني تدرب او تمرن. ديت اربع تعليمات للحفاظ على الصحة. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس الخامس في الوحدة الثانية من كتاب جيم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا متابعة على صفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحة تعالى بكل سهولة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.